السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني اليوم السبت أن مبادرة داري التي أطلقتها الحكومة لن تحل أزمة السكن، وهي كذبة كبيرة. وقال الكناني في تصريح أن الحكومة العراقية تتحدث عن توزيع قطع أراضي في الصحراء ضمن مبادرة داري التي أعلنت عنها، حيث أن هذه الخطة لن تحل أزمة السكن بسبب عدم توفر البنى التحتية والخدمات، وتحتاج إلى سنوات طويلة لإتمامها. وأضاف أن الحل الحقيقي لأزمة السكن في العراق يكون عن طريق بناء 120 ألف وحدة سكنية متكاملة الخدمات في جميع المحافظات عدا الإقليم، بالإضافة إلى بناء مدينة صناعية وأخرى زراعية. وتابع أن هذه الخطة ستوفر 1,800,000 وحدة سكنية، في حين أن العراق بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هذه الخطة يمكن منحها للمستثمرين ولن تدفع الحكومة دينارا، حيث يتم تسديدها من قبل المواطنين. وأشار الكناني إلى أن سبب ارتفاع أسعار العقارات في العراق وفي بغداد تحديدا هو ارتفاع أسعار النفط والرواتب بعد العام 2003 والنزوح من الأرياف إلى المدن، حيث أن بغداد تستوعب فقط 3 ملايين، في حين تجاوز عدد سكانها اليوم 10 ملايين نسمة.